بالتحديد هنا في ملعب اللقاء وبتاريخه. ولكن أمامنا هنا هالاند وأول رائع من جانب اللاعب اللي بينطلق ريكو لكن مراقي طبعا خمس مباراة اليوم في الدوري رأسية المرة مباراة واستهام مرة تانية هنا ليتزي بيحاول أمامية 10 مباريات مع منتخب الأزوري رأسية خطيرة في مرحلة الحصاد جوندوجان يلعبها حلوة بتحرك رائع لعب كرة حلوة لكن طويلة كون المساحة بينية التحرك هالاند لكيفن دي بروين اللي راجع بريح مباراتين وادي كورة أكتوبر 2021 ادي أمامنا هالاند الهدف الأول هالاند الممتاز أمامنا هنا ماكينة الأهداف دافع ليس أمامه إلا الدفاع ورأسية لكن عدت منها مايو إن شاء الله ادي أمامنا التابع خلينا نشوف كرة رياض كرة هالاند هنا الرؤية يعني تكاد تكون منافسة فودن الصراع من أجل البقاء وعرضية إلى الأوروبي مرة ثانية استلام رياض صانع الهدف رياض يلعب رياض محرز الحقيقة الربط الجميل وادي الربط دوري وعنده نهائي الإف إيه كاب وعنده ممكن أولى حتى الآن ومكتفيين بهدف بعد فرص ضائعة ومحاولات وليدز حتى الآن طبعا محاصر نفس قصة الآخر ألقابه 2019 كرة أمامية استلام فودن طمع فودن كان ممكن يلعب عرضية إلى جوليا ومانشستر سيتي يعني في الطريق الصحيح في ضيع أكثر من فرصة وأكثر من كرة صاحب بالتبريدات المميزة وادي كرة بالمقاس لابورت الكرة الثابتة ولابورت عاملها لكن كل لعب مباراتين الأخيرتين أمام إيطاليا أمام أوكرانيا مع أونو أكانجي لكن يطلع يا ولد يطلع إيريك اللي عند بروينة الكرة العالية لكن قوية كرة وشوف السلام والإحساس العالي mm-hmm.